أين موقعنا الآن في العالم؟ تقرير منظمة الشفافية الدولية وضعنا طالت الطيش في الفساد مباشرة بعد الصومال وأفغانستان. العالم يصفنا بالدولة الفاشلة. إنسان السودان محطم بالفقر والشقاء والمرض والهوان الدولي، مظلوم رغم ما يملك من موارد وقيم تؤهله أن يكون عزيزا ومكرما وقويا بين الأمم. نملك الثروة الحيوانية، نملك أطول الأنهار وأخصب الأراضي وأثمن المعادن وأكرم البشر. إنسان السودان هو أكرم البشر، له هويته المتميزة وأخلاقه الكريمة وقيمه السامقة. هذا الشقاء الصراع على القصر، صراع الأنا. كان السؤال دائما من يحكم السودان، لم يكن السؤال كيف يحكم السودان. كلهم حكمونا، كلهم نالوا الفرصة، كلهم تصارعوا على السلطة، كلهم اعتقل بعضهم بعضا، كلهم حكموا السودان. التغيير، لا يمكن أن تستمر حياتنا السياسية بهذا المنهج. نريد التغيير، تغيير المفاهيم وإعادة ترتيب الأولويات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداية هي ضرورة فصل السياسة عن الإدارة، إبعاد الخدمة المدنية عن أقدار السياسة، وتوفير حصانة كاملة للموظف العام من التغول السياسي في عمله، ووضع خط أحمر لا يجوز للسياسة أن تتجاوزه في الحياة العامة والخدمة المدنية خاصة. العمل العام يجب أن يكون كله تحت ضوء الشمس. الشعب هو صاحب العمل المخدم. يجب أن تكشف كل المعلومات للشعب، حتى مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية والوزراء بالمليم. بدون ذلك يصبح العمل العام في أنفاق سرية توفر الطمأنينة والأمن للفساد والتعدي على المال العام. لنعبر بالسودان، لنعبر بالسودان للمستقبل، لنصبح دولة متحضرة، دولة متقدمة، فنحن نستحق ذلك.